التجربه كانت حلوه بزاف. داك السيد كانت معاه الخدمه زوينه وحنا باقيين في البيريود ديال الخدمه، باقي ما ساليناهاش، يلاه داخلين. ما سمعتكش مزيان اخي. الدور ديالي هو اجون سيكيوريتي، وخليو داكشي سيربريز، اللي بغى يدخل يشوف يخليها سيربريز. واقيلا انا ما كنبغيش نضر حتى شي واحد، كلشي الناس عزاز عليا، سواء اللي خدمت معاهم ولا اللي ما خدمتش معاهم، اللي ضروني ولا اللي ضريتهم ما كيضرني حتى واحد، الحمد لله. فهمتيني؟ الحمد لله. الناس عزاز عليا حرفتي، ما كنموت على حرفتي، ولكن ما بقيتش كنخدم في المخبزه صراحه. واخويا ما كرهتش، ما ساليتش ليها، ما ساليتش. يلاه لي فورمون ديالي والخشبات اللي كيتسناو هادشي، يلاه 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 يلاه. الجمهور بغيت نقول لكم فيا الجوع اخوتي، غنمشي نخصي. تحيه ليكم وتحيه للناس اللي كيبغونا. وشوف الحمد لله الجمهور المغربي كيعرف يختار البرودوي اللي غيتفرج فيه، اما بقاش ذاك الجيل اللي كتكذب عليه.